طيب بسيطة، اعتبر 15,655,000 دول شبكتي، او شوفي انت معاك كام وانا هكمل لك. ايه البرود اللي انت فيه ده؟ انت ازاي كده؟ انا اللي ازاي كده؟ انت عارفني كويس وعارف ان انا بكره الضعف، واني حبيتك اصلا لانك قوي. فلو في حاجه هتخليك ضعيف حتى لو انا، سيبني سيبني يا احمد، بس خليك قوي زي ما انت. استكتر عليا لحظه ضعف بعد اللي باباكي عمله فيا؟ ما كلمتكش اصلا بعدها، انا نفسي كنت ضعيفه ومجروحه. ما هو مش سهل عليا اكتر اتنين حبيتهم يقفوا قصاد بعض، انت وبابا. بس هاي عايزني اعمل لك ايه؟ افضل زي البنات اعيط ولا اروح اقطع شراييني وانتحر؟ بعد الشر والزفت الكلام ده ما يتقالش تاني حتى لو بهزار. احمد دي معركتنا واخترناها، صدقني هنكسب. بس الواقع بيقول ان انا ما معيش 15 مليون عشان اقدر اتجوزك يا ندى. الواقع بتاع بابا مش في ايدينا، بس في ايدينا حاجه تانيه اهم. ده يطلع ايه بقى؟ حبنا وكده؟ نتجوز حالي. نعم. نفرض عليهم الامر الواقع. تاخدني من ايدي وبعد ساعه بقى مراتك. واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.